دلوقتي هنعمل مع بعض القلقاس المصري باللحمه والقلقاس الاخضر مش القلقاس الاحمر، لان في نوع تاني احمر ان شاء الله برضو هنعمله، احنا لسه موسم الشتاء قدامنا طويل. عندنا هنا لحمه طبعا، اي نوع لحمه انتوا عايزينه، في ناس بتحب تستخدم الضاني، في ناس بتحب تستخدم الكندوز، براحتكم. مكعبات، ممكن تبقى سن، ممكن تبقى كباب حله، ممكن تبقى موزه، وكمان ممكن تبقى بالعظم. بصل وجزر وكرات وحبهان ولورة ومستكة، فلفل حصى، زعتر وملح وفلفل ومية سخنة، كل ده لسلق اللحمة. بعد كده هناخد للخضرة بتاعة القلقاس أو للصوص الأخضر بتاع القلقاس، هنستخدم توم صحيح، هنستخدم سلق، هنستخدم كزبرة خضراء، هنستخدم سمنة بلدي. عندنا رز للتقديم، عندنا القلقاس طبعا نفسه متقطع مكعبات، عندنا الشوربة اللي احنا سلقنا بيها اللحمة وصفيناها، وعندنا طماطماية وبصلاية. هو الموضوع يبدو انه مقادير كتير، بس هو ما فيش اي حاجة خالص، هما يعني نصهم حاجة السلق. عندي هنا مية سخنة بتغلي على النار علشان اسلق اللحمة، فانا اول حاجة هبدأ بيها هي سلق اللحمة، فالمية بحط فيها كل المنكهات الاول، الملح، البصل، الجزر، الكرفس، الكرات، الزعتر، الفلفل الحصى، الحبهان، المستكة، اللورة. ادي حاجة السلق، بسلق لحمة، بسلق فراخ، بسلق بط، بسلق ارانب، بسلق اي حاجة، هي دي حاجة السلق. انزل عليهم اللحمة واسيبهم لحد ما يتسلقوا، وواخدة من الشوربة اللي انا سلقت فيها اللحمة وصفتها اهم هنا كده، واحط فيها القلقاس. القلقاس انا طبعا كذا مرة قلت انه ما بيتغسلش وما بيتعرضش المية تماما علشان ما يمزلقش منكم. ادي شوربة سلق اللحمة، وادي القلقاس المكعبات اهو. هنا بصولي يا حبايبي، هنا الخطوة اللي بعدها اللي هي ايه، اللي هي القلقاس اتسلق جوه اللحمة، جوه شوربة اللحمة، طماطماية متقشرة من غير القشر بتاعها، وهضربهم في الكبة وهضيفهم على الشوربة والقلقاس اللي بيكمل التسوية بتاعته. يبقى بعد ما صفيت الشوربة نزلت لها مكعبات القلقاس، بقى تلات ارباع سلقة، هقوم منزلاله بصلاية وطماطماية مفرومين اهو، تمام. ووك على النار، حطيت فيها توم صحيح، سمنة بلدي، ملح، سلق مغسول ومتنشف ومتقطع، كزبرة خضراء مفرومة، في ناس بتحب تحط له شبت وفي ناس بتحب تحط له كزبرة، بس براحتكم. القلقاس بيكمل تسويته مع اللحمة، مع شوربة اللحمة اللي اتصفت من الخضار بتاعها، مع البصلاية والطماطماية اللي احنا حطيناهم جوه القلقاس. هنا السمنة البلدي مع السلق، شوفوا السلق كان قد ايه قبل ما تطلعوا فاصل، هو نفس الكمية، بصوا بقى قد ايه، بيفرق في اللون وفي الطعم، انتوا جربوه مرة كده ومرة كده واختاروا الايه الانسب لكم. يبقى دي اخر خطوة في وصفة القلقاس عشان نعرف انا بحبه بالعيش يا ستي. طب ما انتيش واكلة. ده انتي غلسة. يا ندى اسكتي شوية.